للأسف فقرتنا خلصت مع دكتور إيمان، أنا عارفة إنها عجبتكم ومتأكدة إن ناس كتير استفادت منها. في تقرير طبي، ده آخر حاجة في حلقتنا النهاردة، لشركة جانسون الزراع الدوائي، لشركة جونسون أند جونسون، وهي بتعلن عن ظهور منتج وعقار كبير وطفرة في مجال الدواء. تيجي نتفرج عليه ونشوف هما بيقدموا لنا إيه. المريض اللي النهارده بنتكلم عليه هو مريض ارتفاع ضغط دم الشريان الرئوي، وده من الامراض النادره جدا واللي بتمثل عبء كبير جدا على المريض، عبء صحي وعبء مادي على المريض وعبء كمان مادي على المجتمع. الحقيقه المريض بيعاني من نهجان وعدم قدره على التنفس بشكل طبيعي، الام في الصدر، بيعاني كمان من نوبات اغماء قد تحدث ليه، وكمان ضعف في عضله القلب. هذا المريض في السابق كنا غير قادرين على توفير حلول لعلاج هذا المرض ولمساعدة هذا المريض. في الوقت الحالي أصبحنا في زمن أو في وقت إحنا محظوظين والمريض بتاعنا محظوظ، لأن قدرنا نوفر أدوية لعلاج هذا المرض ولتحسين الحالة العامة للمريض. النهاردة بقى في أدوية كثيرة جدا ممكن تتعالج هذا المرض، تعالجه يعني تعمله كنترول، يعني تخلي ضغط الدم ما يبقاش مرتفع، يبقى طبيعي زي بالظبط الايه، زي بالظبط مرض ارتفاع ضغط الدم العادي اللي احنا بنشوفه كل يوم. ودلوقتي لو كل ما ادينا العلاجات دي بدري، كل ما بقاش فيه اثار جانبيه ولا اعراض ولا مضاعفات لهذا المرض. الاعراض بتاعته بتكون بسيطه، ومع الاسف بنفقد العيان، عشان كده بنفقد المريض في السكه. الاعراض بتكون نهجان بسيط، ممكن يبقى فيه نوبات من فقدان الوعي بتفسر على انها حالات نفسيه، ممكن يكون فيه الام في الصدر. كل هذه بتبقى اعراض بسيطه في الاول، وبالتالي المريض بيضل الطريق، ومع الاسف نتيجه ان كثير من الاطباء ما بيكونوش على درايه بتشخيص هذا المرض. الوطأة الضخمه لهذا المرض والعبء الضخم ليه دفعنا لان احنا التكنولوجيا تتقدم في العالم وتجد علاجات لهذا المرض الصعب. والحقيقة انه النهاردة مع تقدم العلاجات ممكن المرضى مضاعفاتهم تقل، ترددهم على المستشفيات يقل. احنا عارفين ان 50% من مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي بيتوقفوا عن العمل، ممكن كمان تلت مقدمي الرعاية من أسرهم يتوقفوا هم كمان عن العمل من أجل مراعاة هؤلاء المرضى اللي بتبقى حالتهم صعبة. وبالتالي لما النهاردة بنوفر علاجات تكنولوجية متقدمة، نقدر نرجع الناس دي أنها تقدر تشتغل تاني، تعيش حياة شبه طبيعية. الأعمال اللي كانت صعبة عليهم زي مجرد طلوع السلالم أو متابعة الأعمال المنزلية اليومية بتتحسن بكتير. والأهم من كده أنه التردد على المستشفيات يقل، ونجد أنه 40% من المرضى دول ممكن أن هم يكتسبوا يعني الفرصة أن هم يرجعوا تاني ينزلوا المجتمع. احنا بنعيش النهاردة فترة ذهبية لتوفير الدواء في مصر، شايفين مبادرات الرئاسية والاهتمام الضخم بالصحة في الفترة اللي فاتت، ده خلى شركات الأدوية تتشجع وتجيب التكنولوجيات لمصر، لأن كان زمان بناخد سنين عشان نسجل دواء زي مثلا العلاج اللي بنطرحه النهاردة لمرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، كان زمان تاخد سنين، النهاردة بتاخد شهور. وبالتالي المريض اللي كان بيدور على العلاج في أمريكا وفي أوروبا ممكن ياخده في مصر، وياخده كمان في إطار تأميني جيد، لأنه الهيئة العامة للتأمين الصحي، لانه علاج نفقه الدوله اصبحت بتهتم بالامراض النادره وتوفرها للمرضى.